العطا تبدا الحكاية، كوني فيها من البداية، قلبي يعطي وقلبي يدعي، هكذا دور الحياة. ارسم البسمة بكلمة فيها احسان ومحبة، نية صافية وضحكة شافية، كوني مفتاح النجاة. اسعد المهموم واجبر خاطر المكسور تكبر، غميني حبي يروي غير الدنيا عطا، ما نقص مالك بصدقة بل يزيد ويزيد ويرقى، كله مكتوب كله محسوب عند ربك في سماء. الزمان شمس رسم الحل أزمة، للوفا حان الأوان. خالة كيف حالك؟ طيبة بخير الله يسعدك. بسألك انت دحين سمعت انكم تسوون خبز ولا وجبات حق رمضان، ايش اللي تسوونه بالضبط؟ كيف؟ ما سمعتك شيء، معلش. ايوه نسوي لهذا بس خبز خمير. طيب قصدي كيك وكذا، لان ابغى كمية كبيرة. ايش فينا؟ كيف؟ نسوي له خمير بس. طيب نوع الخبز يعني ده زي حق النار ولا خبز حق فرن؟ طيب كم تسوون الحبة؟ تبيعون الحبة بكم؟ 700. طيب لو باخذ كمية، لأن شوف بغيناك تساهمين معنا في الخير، يعني لو باخذ كمية كبيرة حق رمضان يمكن في اليوم ناخذ منك تقريبا 200 إلى 150، ما بتقدرين؟ حدي شيلها كم؟ 20-15 بس. قليلة يا أختي، يعني قصدينا عشان تطلبين الله وعشان احنا برضو نساهم في الخير. يعني لو زودتي كم إلى كم بتوصلين؟ 30-40 إلى كذا. طيب السعر بالنهاية؟ قصدي أنا خير، شنو حلا بنوزعه الإفطار صايم قصدي. أنت تسوين خبز فقط؟ بس ما نشيل حاجة قبل إلا شيء خياطة ولا شيء. خياطة؟ خياطة لا يعني تعديل. عش مكينة أنت وليش؟ عندي مكينة. مكينة من الزيان ده؟ قصدي حق تطريز؟ دي العادية أبو فراشة دي مدريش يوسف مدريش. طيب لأن نحن برضو نبحث عن حد يخيط للقرقعان ما قرقعان هذه. اللي تخيطين إيش أنتي بالضبط؟ حاولت بفصل ما أقدر. كيف ما أسمعك معلش؟ حاولت بفصل. اللي تخيطين إيش أنتي بالضبط؟ يعني تقصير تضييق. تصليح وحاجات بسيطة كذا. طيب الخبز هذا مش عارف أنا ما ذي اللي يجي فيه حبة سودة ما حبة سودة. زي حق بالدره بالدره عرفته. طيب صليتي على النبي انت؟ انا بطلب منك مثلا في اليوم في من اول يوم في رمضان بطلب منك 40 حبه، ما هي مشكله. بس يعني لو بدك تساعدينا في السعر انا بوزع صدقه يعني حق رمضان كذا، بكم بتنزلي لي؟ بيجيب 600؟ تمام 600. جزاك الله خير، يعني انت تساهمين معنا في الاجر. طيب بخصوص الماكينه حق الخياطه هذه، لو جبت لك خياطات بسيطه يعني موضوع حق القرقعان حق الاطفال دي او ربطات هذه ما بتخيطينها؟ يعني قصدي فكره كذا يعني. طيب يعني كيف الدخل بيكون عندك انت معلش؟ ايش اسوي خلاص اللي تقبله هذه خير وبركه. قصدي يكفي يغطي مصاريف يغطي
من عنده مريض؟ من هو الزوجة؟ إيش فيه مريض؟ رجله مقطوعة. ما لا لا ما بدخل يا ولد. جزاك الله خير، جزاك الله خير، الله يكرمك، الله يسعدك، أنا أشكرك والله، الله يحفظك، ما يعطي الله يعطيك الصحة والعافية، الله يسعدك، جزاك الله خير، الله يكرمك، أنت على عيني وراسي، الله يسعدك، جزاكم الله خير، وحلو إنه اعتمدتوا على نفسكم والله. طبعا أكيد يعني. الله يسعدك يا أخي. وياك إن شاء الله. لك أربع سنين في شرفتونا والله، شرفتونا. أنا بثمانية شهور الحمد لله، لعله خير، ومعك زوجة صالحة توقف معك الحمد لله. طيب عندكم مصدر دخل آخر غير الخبز؟ طيب من يعولكم أنتم غير الخبز والخياطة هذه؟ والله هذه اللي حق رمضان كثير. حاجاتكم في رمضان موجودة؟ الحمد لله. ما ماشي. أهل خير، أنا جيت لكم ناوي لكم الخير بإذن الله. الحين لو طلبت منك معك حق المواد؟ ما عندك حق المواد؟ طيب حق رمضان اشتريتوا أغراضكم السلف؟ بيجيب الخير. نعم. خير خير رمضان يجيب خير. نعم تعال. يا ولدي اللقمة تصبر. نعم. العلاجات. العلاجات مشكلة والله. الحين بترت أخوي الكريم بترت كامل. طيب دقيقة معلش، بس أنا ما أش داعي نشوف الرجل، لكن قصدي إنه الآن ما عاد تشتغل أنت، ما عاد في عيال عندك يساعدونك؟ من هنا. من كامل. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله، الله يعطيك الصحة والعافية، ربي بيعطيك على قدر صبرك. يعني قبل العام رمضان ماشي فايده، الاصطناعي ما ضبطت معي. طلوع ونزول متى؟ في المشي العادي. الحمد لله. الحمد لله. يعطيك الصحة، دام معك زوجة سند لك بتعوضك إن شاء الله. العيال عيال عندكم ذرية؟ عندكم بنت. الله يحفظها وتبركم إن شاء الله. الله يسعدكم. شوفي انا انت اول شيء جزاك الله خير وقفتي، ان دام عرفت انه في خير موضوع انه بتساهمين معنا في موضوع الافطار صايم، جالك الخير. شوفي طبعا هذا مبلغ، فيه مبلغ يعني بيغطي اول شيء هذه هديه مقدمه من برنامج الوفاء بهم، نظير كفاحكم، اول شيء نظير كفاح زوجتك انها اشتغلت وما اعتمدت على الغير وما مدت يدها للناس، ما مدت يدك لله. ما شاء الله. عندي حق الشعبيه بس الحين ما في، اعطيتهم ناس عندهم ولاده بتنبعون، ودي ما مشن والنخل. الحمد لله ربك جاب الخير. هذا المبلغ بيغطي مصاريف كثيره، من ضمنها مصاريف العلاج حتى حق الزوج. كم مصاريف العلاج كم تاخذون تقريبا في الشهر؟ كم والله يعني بريه ولدي كم في الشهر؟ كم يوصل مبلغ العلاج؟ ابني يمكن في حدود 250 سعودي. 250 في الشهر سعودي؟ لا برا. الله يعطي الصحه والعافيه ان شاء الله. ان شاء الله بيغطي جزء كبير من العلاج، اتمنى انكم تقبلوها مننا. جزاكم الله خير. ايش تحتاجي؟ ما فكرت تجيبين ماكينه اكبر؟ لا شوف انا لو بغيت اطالع كرسي احاول ناخيط ولا يعني. ماشي معك كرسي للماكينه. طيب كم قيمه الكرسي ذا؟ طيب لا اله الا الله محمد رسول الله، خلينا نقول الادوات حق الطبخ، ما محتاجه شيء ادوات حق طبخ؟ بس قصدي حق، ليه ما تفكرين توسعين مثلا كيك ما كيك او اشياء ثانيه، معجنات؟ معجنات يمكن بسوي بيتزا في مكسب. شوف يا ولدي يبخسونك في السعر. ايوه يا ابني الواحد صح، انا ما في الواحد ما في كسب يعني السعوديه كان الحين نسوي حاجه زي كذا. مكسبنا غير مكسب هنا، بس هنا في هذا المنحى ذا قد ما في دخل كبير. لما تقول واحد حب يقولون هذه شوف الكارسون، نعم يقول له حبه مثلا 200 ريال ولا 100، ما تخارج نعم. كرسون ب 150 ما يخارج. شوفي ولدي تفضلي اختي تفضلي. الخمير ما بيمشي اسوي كرسون بتسوي. انا قصدي يعني هو في النهايه اكل صدقه فعلا. الحاج اللي يعني بتمشي بتقدرين تسوين كرسون؟ اي كرسون بيتزا.
طيب انا سالت قلت لك عندك شيء ثاني قلت لي لا ما اسوي لانه ما حد يطلب بتتعلمين قصدي يعني تقدري تسوي اشياء ثانيه ايوه لو طلبت يعني طيب تحتاجين شيء عجانه خلاطه اشياء اخرى كل شيء متوفر بيدك طيب صليتي على النبي شوفي هذا مبلغ ثاني كبير جدا وبيغطي مصاريف كثيره من اللي تعملون المشروع حقكم هذا اول شيء انا بغيتك تشترين لك طاوله تشترين لك كرسي تشترين الادوات الناقصه كلها اي واحد يجي يسالك يقول لك والله بغيت عندك وجبات قولي له موجود ايش الوجبه اللي بغيتها وفريها له طبعا هذا مبلغ مقدم من مجموعه العمودي للمقاولات والتجاره نظير جهدكم نظير كفاحكم وانتم تستحقون كل خير والله وربنا يوفقكم وبغيتكم في رمضان هذا يعني يكون رمضان سعيد انت قلت رمضان يجيب خيره رمضان جاب خير فشكرا لكم وجزاكم الله خير امين يا رب الله يسمع منكم وجزاكم الله خير عاد في هديه بسيطه لكنها كبيره في اعيننا طبعا هذا الميداليه هي ميداليه الوفاء بهم ما تعطى لاي شخص تعطى للناس المكافحين امثالك اللي هم اعتمدوا على نفسهم وما مدوا يدهم للغير وسووا لهم مشروع الله يفتح عليك لو تسمحين تعطينا المبلغ بس انت تلبسين الميداليه بكون لك شاكر البسيها السلام عليكم. السلام. كيف حالك أختي طيبة؟ الحمد لله رب العالمين. الله يسعدك. أنت يا أختي أرملة صح وعندك بنات وكذا؟ أيوة. أنا أعرفك على نفسي أخوك هاشم العيدروس من برنامج الوفاء بهم يعرض على قناة المكلة. يا أهلا وسهلا بك يا رب. كيف أمورك أختي أنت طيبة بخير طمنيني عنك. الحمد لله. الله يحفظك كيف العيال وكيف امورك كيف صحتك الحمد لله مبسوطه الحمد لله انت عندك ايش بالضبط اختي تعانين من ايش بالضبط السكر والكوليسترول والكلى لا حول ولا قوه الا بالله ربي يشفيك ويعطيك الصحه والعافيه اختي امين يا رب العالمين عندكم مصدر دخل انتم اختي عندكم مصدر دخل لا ما عندنا شيء يا رب العالمين يعني ما في احد معيل لكم لا ابدا انا مستخدم العلاج حق السكر حق الكوليسترول والابار حق الدم طيب اختي انا معي لك بشاره يا رب سلمك تفضل الله يتفضل عليك طبعا مجموعه العمودي للمقاولات والتجاره راح تتكفل بعلاج شهرين حقك ايوه راح تتكفل بعلاج شهرين حقك ان شاء الله بنوصل لك المبلغ الله خير يا رب عافيكم امين يا رب الله يحفظك يا رب الله يحفظك مع السلامه اي شيء منكم جزاكم الله خير والله يوفقكم للخير والى عمل الخير والى طريق الخير امين الله يسمع منك يا رب جزاك الله خير الو السلام عليكم السلام اختي كيف حالك طيبه الحمد لله بخير معك هاشم العيدروس من برنامج الوفاء بهم بقناه المكلة أختي كيف أمورك أنت كيف الوضع معك المادي والدخل وهكذا والله منيح تحت الدار زوجي محبوس وهي أربعة طيارين الله يكون بعونك بس كويس أنا فتحت لك مصدر الدخل يعني عندك بسطة يعني ها؟ هل البسطة تغطي المصاريف حق الدخل حق قصدي مصاريف هي. البيت وهكذا أيوة الحمد لله بقى. الحمد لله كويس أنك فتحت لك بسطة وما اعتمدتي على ما تمدين يدك للناس وهكذا لا شغلي أنه أقضي برضه شهرتين 15 ما هي راتب زين ما 15 ايش بتسوي نعم؟ بعدين فروض بيعت مقطف بيعت مقطف يعني في الشهر اخر الدوام ونقوش الله يلطف بحالك يعني 15 الف في الشهر فقط؟ 15 ايش بتغطي يا بنت حلال ايش بتغطي هذا المبلغ؟ لكن كويس اعتمدتي على نفسك انت الحمد لله طيب كيف امورك في الديون انت الحين لما تسوي لك بسطه ما تشترين شيء ولا لا نشتري على من بقاله شنو عنده ديون ان
شاء الله اخر شهر عندي يعني عندك عادي الجوع عندي عندك دين انت؟ عندي ديون حق دكاتره، عندي ديون حق حرمه شريت منها ملابس عيالي. الله يكون بعونك يا رب. طيب اختي انا معي لك بشاره. طبعا مجموعه العمودي للمقاولات والتجاره راح تتكفل بسداد الدين حقك، وايضا بتعطيك سله غذائيه متكامله. امين يا رب، الله يلطف بحالك ايضا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب الحمد لله ابو الفجر. الله يسعدك. معك هاشم العيدروس من برنامج الوفاء بهم بقناه المكلا. ايوه. كيف امورك اخوي؟ عساك طيب ان شاء الله. كيف الشغل معك؟ والله ما يستقبل وجع ظهري تعبان. يا حافظ عليك. ايش في ظهرك؟ خير ان شاء الله. يعني ما انت الان ظهري شغل كله وعندي نظام شيء ضعيف ما يستقبل قاعد. يعني انت دحين بدون عمل ابدا، ما تقدر بسبب ظهرك ونظرك صح؟ بدون عمل. طيب كيف تعمل في المصاريف في البيت وهكذا؟ انت عندك ابناء وعيال وكذا؟ اي واحد ولد مشكله عادي، هو واحد بس واحد يده عايش شغله. وعاده يده تاذي. الله يكون بعونك. طيب طيب حاجيات البيت، حاجيات البيت كيف تعمل فيها؟ كيف تسوي؟ والله هو شغل شوي تصميم ما يقدر شوي الشعبي يسوي عليه حاجه. يعني انا قصدي حق رمضان اشتريتوا سله حلوه كذا بتعبركم رمضان ولا تاخذوها حبه حبه ولا؟ اقول لك هو مشكله تعبان، هو كله هو فوق الواحد وعلى يده وتعبان مشكله بس نصبر لك الكرسي هذا. يعني ما في مصدر دخل ابدا معاكم تعتبروا؟ لا لا ما يشتغل حكومه، منين ما عليها حكومه ولا شيء. ماشي حق حكومه؟ لا ما يشتغل حق حكومه. انا معي لك بشاره. تفضل. طبعا مجموعة العمودي للمقاولات والتجارة راح تعطيك هدية سلة غذائية متكاملة بتكفيك الشهر كامل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله تعيش وشكرك يا صالح ان شاء الله يا رب. يا رب الله يسمع منك. جزاك الله خير. بالعطاء تبدا الحكاية، كوني فيها من البداية، قلبي يعطي وقلبي يدعي، هكذا دور الحياة. أرسم البسمة بكلمة فيها إحسان ومحبة، نية صافية وضحكة شافية، كون مفتاح النجاة. أسعد المهموم واجبر خاطر المكسور تكبر، غمي يهني بحب يروي غير الدنيا عطا، صدقة بل يزيد ويزيد ويرقى، كله مكتوب كله محسوب عند ربك.